أهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس الكل في درس جديد. نومبر الفان اللي يستعملوا في بسيفون هالدر في البي سي كبير برشا، كيلك سوا اللي يعمل كونيكسيون ببسيفون في تليفون الاندرويد متاعو بعد يعمل بارتاج للبي سي. كنت هبات دو ميثود، واحدة تمشي في التليفونات اللي ماهمش روتي، واحدة تمشي في التليفونات روتي. دو ميثود موجودين في الشين، اللي يحب هكا يرجع ويتفرج فيه. وسي فما شكون يخدم بسيفون هاندلر ديريكتومون في البي سي نتاعو باستعمال ايميلاتور يخدم لي زابليكاسيون اندرويد، كيما مثلا درويد فور اكس والا ويندروي، اللي هما دوز ايميلاتور كنت عملت عليهم دوز اكسبليكاسيون في الشين وفسرت كيفاش تنجم تستعملوهم باش تحصل على كونيكسيون غراتوي اون اوتيليزون بسيفون هاندلر. باهي، فيما يخص بارتاج دو كونيكسيون بالتليفون الاندرويد باش كونيكتي بيها في البي سي نتاعك، فما مشكل الفان الكل تشكاو منه وتمثل في كيفيه تيشارجي في شيات تورانت، خاطر كي حالو تيشارجيو في شيات تورانت سا مارش با. هوني كيما ريتو قدامكم عملت بارتاج كونيكسيون باش نوريكم الفيكس للمشكله هذايا. بارتاج كونيكسيون تليفون الاندرويد البي سي كونيكتيت، وبتبعديت المود باس اللي اخترته هنا في البارتاج. حل جربت حالة جوجل بوان كوم، جربت عملت ريسيرش توجور سا مارش بالطبيعه. في الانترنت خرجك تبدا في مانيجور ترافيك، خرجك باش تكتب الكابتشا. المهم لو بيز امبورطون الكونيكسيون كيما ريت تخدم غير حتى مشكل. طبعا مش نجربو التورانت، عندي فيشية تورانت كيما ريتو قدامكم موجودة في ديسكتوب بسماها تيست، باش نجرب بيها حكاية التورانت اسكو سا مارش ولا باش نشوفوه يخدم كي تبدا تبارتاج في الكونيكسيون بالبسيفون ولا ما يخدمش. كيما ريتو ديريكتومون ستارتينغ، توا نورمالمون يبدا تيشارجمون تاع الفيشية تورانت، قاعد نستعمل في كليون بتبيع تورنت، لكن سا مارش با. حتى كي تبقى تستنى حتى شهر هيش مش تخدم لك. علاش؟ اخدت تو سامبلومون السيرفور نتاع بسيفون ما يسيبورتيوش تي شارجمون من تورنت، يخدم لك ستريمينغ داونلود نافيغاسيون، لكن تي شارجمون نتاع الفيشيي تورنت ما يخدمش. ونحكي ريفليكس، على خاطر انت لو كان جربت في تليفون الاندرويد نتاعك تي شارجي فيشيي تورنت واستعملت كليون تورنت كي مثلا بي تورنت والا او تورنت، راك لاحظت اللي سا مارش با. دونك مش كنت كي مش تبارتاج الكونيكسيون البي سي ام تاعك فما حاجه بتتغير، ما ديما يمشيش في الاندرويد سا مارش با كي تبارتاج انت الكونيكسيون. هذا بطبيعه كي ما تستعمل حتى شيء، لكن فما فيكس. الفيكس هذايا كنت هبطته في الشين القديمه في دو فيديو حكيت عليه، اللي هو سوليسيون اونيفرسيل او كا او انت عندك كونيكسيون غراتوي لكن التورنت ما يمشيش. شنو هو لازمك تعمل؟ سهل برشا، لازمك تستعمل اوبن في بي ان. هذه من الطرق، على فكره فما طرق اخرى. لازم تستعمل اوبن في بي ان. الاوبن في بي ان بطبيعه لو كان انت كنت تستعمل فيه النت غراتوي بالبروسيدير كيف في الاكسكلوزيف اللي هبطته في 2015 في وسط العام، لازم تنحي هذيك 127.0.0.1.4.4. توا لازمك تستعمل سيرفر في بي ان يبدا سيبورتي البي دو بي. هذه حاجه صدقوني يمكن عاودتها اكثر من 500 مره، لازمك تستعمل سيرفر في بي ان سيبورتي البي دو بي. كي يبدا سيرفر في بي ان ما سيبورتيش البي دو بي ما يفرق حتى شيء على استعمال بسيفون هاندلر، سا مارش با تي شارجمون من تورانت. لكن كي يبدا سيرفر في بي ان سيبورتي بي دو بي، كي تجرب تيشارجي في شي تورانت مش يخدموا لك ما غير حتى مشكل. دونك سوليسيون تو سامبلومون انك تستعمل سيرفر في بي ان سيبورتي بي دو بي. فيما يخص لي سيرفر سيبورتي بي دو بي، ان شاء الله في الديسكريبسيون تاع الفيديو هذا نخلي لكم دي سيرفر في بي ان يخلوك تيشارجي من تورنت بيسكو هما ديجا سيبورتي بي دو بي. كيما ريتو قدامكم جربت كونكتيت بطبيعه انا بالاوبن في بي ان باش نوريكم اللي السوليسيون والفيكس اللي قلت لكم عليه يخدم غير حتى مشكل. تاو الفيشي اللي قبيله ما حبش تيليشارجي عملت لها بطبيعه ستارت اون اتوندون انه يبدا تيليشارجمون. في كيك سكوند بطبيعه مش يبدا تيليشارجمون يخدم من غير حتى مشكل، كيما ترى قدامكم هكا بدا توا التيليشارجمون فوالا. وهكا تصلحوا سيدي المشكل اللي تشكيت منه الناس الكل اللي متعلق في تيليشارجمون الفيشي تورانت كي تبدا تستعمل في بسيفون هاندر. نوتي بيا لو كانت تستعمل زادا في الاندرويد سي لا ميم شوز، اون فان كوت ما فما حتى فرق بين الاندرويد والبي سي. تستعمل بطبيعة كليون
باش تعمل امبورتاسيون الفيشي لسيرفور في بي ان، كي مثلا اوبن في بي ان كلينت باغ اكزومبل، ومن بعد تعمل امبورتاسيون لسيرفور في بي ان وتكونكتي باش تنجم تشارجي فيشي تورنت. كي مريت الكونيكسيون كيما تلاحظوا قدامكم هكيك في 130 كيلو بايت بير سكند، هكيك كي مريتو صلحنا المشكلة نتاع تيشارجمون الفيشي تورنت. ظاهري سوليسيون واضحة للناس الكل، سامبل برشا، تو سامبلومون حاجتك باش تشارجي فيشي تورنت تعمل بارتاج كونيكسيون، يسوفي بارتاج الكونيكسيون تستعمل بروجرام اوبن في بي ان. بروجرام اوبن في بي ان لازمك تحط الكونفيج بالطبيعة باش تشارجيهم من الديسكريبسيون نتاع الفيديو هذايا في دوسيي كونفيج في الديريكتوري نتاع اوبن في بي ان في سي دو بوان. مش خليكم بالطبيعة اللي السيرفر، خليكم اللي زاد نتاع اوبن في بي ان ما عندوش، وجست عليكم كان تعملوا شنو قلت لكم كي مريتوا في الشركة كملت التشارجمون نتاعها. كيف الفيديو هذايا باش نصلح وكيما ريتو صلحت لكم مشكل نتاع تيشارجمون في شي تورنت ما فهمتش حكايه، جيست ما عليك كان تخلي لي كومونتير في الديسكريبسيون نتاع الفيديو هذايا. الفيديو الجاي باش نصلح حكايه اخرى سالت عليها في الباج واللي هي متعلقه بالجيمينج اونلاين، باش نهبط لكم سوليسيون طياره على الاخر تخليكم تنجموا تلعبوا بطبيعه جو اونلاين، خاطر ما تخدمكمش بطبيعه كي تبارتاجيو الكونيكسيون كالعاده باستعمال بسيفون باهي. بس سيبورتي الخدمه نتاعي ما كانت كليك على جيم بارطاجت فيديو صحابك للطرف ما تيريسي، نتلاقاو على قريب في فيديوهات اخرين بخصوص الاندرويد، البي سي انترنت غراتوي اتسيتيرا. من هنا الوقت ردوا بالكم على رواحكم وبالسلامه.